بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن الجو النهاردة هيكون حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفسير أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك يا أهلا بيك. أخبار الجو إيه النهاردة؟ ألو، أخبار الجو إيه النهاردة يا فندم؟ احنا طبعا يمكن خلال هذه الايام وتحديدا اليوم، وفقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه، قيم درجات الحراره خلال فتره النهار هتكون حول المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه. يمكن ده كمان هيكون على مدار هذا الاسبوع كله، يعني مش هيكون عندنا اي ارتفاعات ملحوظه في قيم درجات الحراره خلال الفتره اللي جايه او الاسبوع المتبقي من شهر 8. عظمى على القاهره الكبرى متوقع اليوم تكون 35 درجه مئويه، لكن طبعا عندنا استمرار في ارتفاع نسب الرطوبه، وارتفاع نسب الرطوبه هو اللي هيخلينا نحس ان ال 35 38 او 39 درجه مئويه، لان نسب الرطوبه في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط تتجاوز في بعض الاماكن ال 95%، في القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري بتتجاوز ال 80 وال 85%، ودايما هي بتزود احساسنا بارتفاع قيم درجات الحراره بمعدل من درجتين لاربع درجات، ونسب الرطوبة طبعا بتقل بشكل تدريجي كل ما اتجهت جنوبا للمحافظات الداخلية. عشان كده طقس النهاردة هنلاقي طقس حر رطب في المحافظات الشمالية اللي هي السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، شديد الحرارة في المحافظات الداخلية أكتر أو الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده هيكون في فترات النهار وتحديدا كمان في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي، وده الوقت اللي بنسجل فيه قيمة درجة الحرارة العظمى. في فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس، ده بيكون عظمة الرطوبة ونسب الرطوبة العالية، هتظل الأجواء مائلة للحرارة رطبة في معظم المحافظات، لكن هيكون معانا كمان نشاط للرياح في أغلب محافظات الجمهورية، ونشاط الرياح ده سرعاته ما بين 30 ل 35 كيلومتر على الساعة، ممكن يساعد بعض الشيء في الأماكن المفتوحة والمدن الجديدة إن احنا نحس بنسب رطوبة أقل في فترات المساء وساعات الليل، أو حتى كمان نحس بقيم درجات حرارة أقل. كمان في عودة لفرص سقوط الأمطار في محافظات الجنوب أو المناطق الموجودة في أقصى جنوب البلاد، اليوم متوقع فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من أبو سمبل وحلايب وشلاتين، والأمطار دي أمطار رعدية، وقد يصاحبها كمان نشاط رياح المثير للرمال والأتربة في الأماكن اللي هيكون فيها سقوط أمطار على المناطق الحدودية نتيجة وجود ارتفاع الحزام المداري في المناطق الموجودة في حدود جمهورية مصر العربية. الأمطار دي مش هتكون في منها قلق زي الأمطار الماضية اللي كانت في الأسابيع الماضية، لكن لازم نخلي بالنا من تساقط الأمطار وكمان وجود الأتربة والرمال المفهوم طبعا. المحافظات الشمالية الظاهرة الجوية المؤثرة فيها هي الشبورة المائية، شبورة مائية في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتأثر بانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، لكن أيضا هي هتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني احنا تقريبا 7-8 صباحا الشبورة المائية بتختفي، الرؤية الأفقية بتتحسن على أغلب الطرق. بصفة عامة الحمد لله الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير. طيب عظيم جدا. كمان عندنا اعتدال في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ارتفاع أمواج لا يتجاوز 2 متر، فبالتالي البحرين أيضا مؤهلين لتغطية أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. لحد نهاية هذا الأسبوع مش هيكون في أي ارتفاع في قيم درجات الحرارة. بعد الأسبوع ده بقى هنلاقي كمان بعد الاسبوع ده ان قيم درجات الحراره بدات تتجه نحو الانخفاضات، يعني نهايات 8 بدايه شهر 9 ان شاء الله قيم درجات الحراره تنخفض، احنا هنلاقي نهايه الاسبوع عظمى على القاهره الكبرى 34 درجه مئويه. فبشكل تدريجي ان شاء الله مع بدايه ده المتوقع 9. اعتقد في الفتره دي من السنه احنا خلاص شهر 9 خلاص الصيف بيخلص، يعني بالفعل احنا خلاص تقريبا بيفصلنا عن نهايه فصل الصيف تقريبا حوالي شهر، ومن بدايات شهر 9 كمان هنلاقي ان قيم درجات الحراره بدات تنخفض، لان هيبقى في بعض المنخفضات الجويه للطبقات الجو العليا اللي هيكون معاها وجود بعض السحب المنخفضه والمتوسطه اللي هيساعد على انخفاض قيم درجات الحراره. نسب الرطوبه كمان، ودي كانت عامل مهم جدا في احساسنا بارتفاع قيم درجات الحراره، هتبدا تقل نسب الرطوبه، ويمكن كمان نبدا في شهر 9 نشوف فرص سقوط امطار في بعض المحافظات الساحليه المطله على البحر المتوسط، ده طبعا متوقع في شهر 9. ونسب الرطوبه برضه هتقل يا فندم في شهر 9؟
طبعا نسب الرطوبة هتقل، لأن احنا المنخفض الجوي اللي هيكون موجود في طبقات الجو العليا هيبدأ يوزع الرطوبة في عمود الهواء ككل، فهنبدأ نشوفها على صورة سحب منخفضة ومتوسطة، فإحساسي بوجود نسب رطوبة كمان هيقل بشكل كبير إن شاء الله، فنبدأ نشعر بالتحسن في أحوال الجوية وإحساسي بانخفاض قيم درجات الحرارة مع بداية شهر 9 بإذن الله، وهنلاقي كمان البرودة بشكل تدريجي بدأنا نحسها في فترات الليل، يعني احنا بشكل تدريجي هنلاقي فرق في قيم درجات الحرارة من فترة النهار وفترة الليل، وبدأت بعض نسمات الهواء اللطيفة أو البرودة نحسها في فترات الليل ده على مدار شهر 9 بإذن الله، بس الفترة اللي جاية دي أو المدار هذا الأسبوع نخلي بالنا برضو من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وخاصة في فترة الظهيرة من 12 الظهر الأربعة 5 العصر، ولو احنا خارجين يفضل يكون معانا غطاء للرأس يحمينا من أشعة الشمس، ومهم جدا نتواجد في اماكن جيده التهويه، ده يساعد ان انا احس بنسب رطوبه اقل وقيم درجات حراره اقل. كل الشكر لحضرتك دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، ودلوقتي هنتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده في عدد من المحافظات وعدد من المدن. هنبدأ من القاهرة العظمى فيها 35، أما الصغرى ف 25، العاصمة الإدارية العظمى فيها 36 والصغرى 24، اسكندرية العظمى فيها 32 أما الصغرى ف 24، العلمين العظمى فيها 31 والصغرى 24، مطروح العظمى 31 والصغرى 25، دمياط العظمى 32 أما الصغرى ف 25، بورسعيد العظمى 33 والصغرى 26، إسماعيلية العظمى 36 والصغرى 24. لسه مكملين مع حضراتكم، السويس العظمى فيها 36 أما الصغرى ف 25، العريش العظمى 33 والصغرى 24، سانت كاترين العظمى فيها 33 والصغرى 18، أما طابة فالعظمى فيها 34 والصغرى 28، حلايب العظمى 36 والصغرى 28، شلاتين العظمى 39 والصغرى 30، شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 29، أما الغردقة فالعظمى 39 والصغرى 29. هنروح الفيوم العظمى فيها 37 والصغرى 24، بني سويف العظمى فيها 37 والصغرى 24، الوادي الجديد العظمى فيها 42 والصغرى 28، أسيوط العظمى 39 والصغرى 26، سوهاج العظمى فيها 41 والصغرى 27، إنا العظمى فيها 43 أما الصغرى ف 27، الأقصر العظمى فيها 43 والصغرى 28، آخر حاجة أسوان العظمى فيها 44 أما الصغرى ف 29. حابين نطمن حضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، أما دلوقتي فهنرجع مرة تانية لمصطفى ومنى، اتفضل. ربنا يطمنك، شكرا جزيلا لك يا محمد، شكرا جزيلا.